مخالف لو لا؟ مخالف. هلا جيب لنا داخل الاتجاه عمود الشمس، راح نداريكم اول تالي. قصدك على الرصيف؟ قصدي لا هو يعني على الرصيف. بس شوف العالم وين تمشي. اي صح. يعني هذا شنو؟ رصيف. هذا رصيف عاشت فيك. يعني هسه انت مخالف لو لا؟ مخالف. تمام. بس شو السوء غير الازدحامات وشغل ومتأخر، واريد بس اخلص منها. على عيني وعلى راسي. بس انه ما تعرض نفسك ولا الاخرين الى الخطر. انا استانس صعد منها بس اعبر هاي السيارات. بس. وانزل منها. بس. ايش يسوي قبل اقضيها شنية. صعد واحد وراي. واحدة مخالفة. لا. هو الحلو بالموضوع انه. لا ابو هذا لقيته بالشارع بالطريق واخذته وياي. يعني زحمة تعوفه بالشارع. صاحبي هو لقيته بالطريق اللي اخذنا وياك. جازة مالي. سوق الدراجه؟ ايه والله ما ادري اكو دراجه ولا لا. ياكو ما ادري اجازه ساق ياكو ما دراجه للاسف. ولازم اول حسن هلا سيدي ما هسه هاي الدراجه. بس انتوا راسا من احنا قلنا اجازه ويعني ما شاء الله قلتوا للدراجه، يعني اكو وصلت لكم المعلومه؟ هي اكيد انت قصدك على الدراجه بس انا ما ادري انه اكو او لا. ما تدري اكو ولا لا؟ تدري بيها اكو سنوية. قد عمرك؟ هاني 20. بعدك شباب. طفو دراجتك اول شيء. طفو دراجتك. طفوها. لا تشرب مانجا. طينا لسويتش. طينا. سوي. طينا. تجزوها. طينا. طينا يا لسويتش. لا تناقش. طينا لسويتش. عاش ايدك. اولا. شنو مخالفات؟ عدى يعني اكثر من مخالف. اول مخالفة بس هو يمشي وين؟ على الرصيف. الرصيف للمواطن. يعني العالم الراجل مو للسيارات ولا للدراجات. نعم. فانت هذا طريقك يصير هنا ضمن الشارع. هاي واحده. المخالفه الثانيه اكو توجيه من المراجع العليا يعني ممنوع يستقل الدراجه اكثر من شخص. هاي المخالفه الثانيه. المخالفه الثالثه اجازه سوق ما عندك. وما شاء الله انت عمرك 20. 20 يعني مستحق اجازه اقل شيء صار لك سنتين. شوف احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه بين سائقي المركبات ومستخدمي الطريق. مثل ما انت لك حقك وغيرك لهم حق، صح؟ صح. فهسه بما انه انت مخالف، ايش تنصح سائقي المركبات المخالفات هم نفس مخالفاتك؟ دراجة؟ ايه. ليسوا السواقين. والله ايه هو ليسوا السواقين. هو صحيح يعني اللي يصعد احد وراه اول شيء يصير ثقل بالدراجة. وما سيطر على الدراجة. صحيح. بس أنا اضطريت حاليا. اضطريت باول. لا سامح الله الحادث في ثانية ترى. صحيح. شوف ايش قد واحد عنده ثقة بنفسه. صحيح. ويحس نفسه سايق. بس هذا خلي يفكر انه اكو اشخاص ما متقنين قيادة الدراجة. صحيح. او المركبات. فيمكن انت تعرض نفسك للخطر. واكيد وراك عائلة. والدتك. صحيح. والدك. بهاي الحالة يعني لا سامح الله اي شيء يصير عليك راح تأذيهم نفسيا. صح لوني غلطانة. أنا أتمنى لك كل الصحة والسلامة. إحنا راح نتخذ الإجراء القانوني.